في حديثنا عن الكويت وأبناء الكويت الأعزاء الكرام، غادرنا منذ أيام المذيع التلفزيوني القدير الزميل محمد المسند الذي عمل معنا في التلفزيون لفترة بسيطة. والمذيع محمد المسند من المذيعين الذين بذلوا جهود طيبة خلال فترة عمله البسيطة في التلفزيون. هو ما لا شك فيه طبعا، وبعد زوال المحنة والكابوس والحمد لله، وبعد دحر الغزاة المعتدين، وبعد تحرير بلدي الحبيبة الكويت، عاد أهل الكويت إلى وطنهم وبلدهم الحبيبة الكويت، وأنا أحد أفراد هذا المجتمع الكويتي سيعود إلى أرضه ووطنه. ولو أني أنا أقول أن وطني هو وطني العربي الكبير، ووطني الصغير أو الأصغر هو دول الخليج العربي، ووطني الصغير هي الكويت. فبالتالي طبعا بعد هذه الفترة سأعود إلى أرض الوطن إن شاء الله. الله يعطيك العافية. وهل لك عودة ثانية إلى تلفزيون قطر وإلى قطر؟ يعني خصوصا أن الناس تعودوا عليك وحبوك من خلال بعض البرامج اللي قدمتها واللي حنتطرق ليها بعد شوي. هل لك عودة ثانية إلى شاشة تلفزيون قطر؟ أقول لك حقيقة أكون كاذب وغير صادق مع نفسي إذا ما كنت أنا أصبحت مولع بالجمهور القطري والشعب القطري وتلفزيون قطر، وبالتالي أصبحت أنا أسير لهذا الجمهور الحبيب وهذا الشعب الحبيب الذي أسرني بحبه من خلال تعاطفه معي ومن خلال ما أحسه من حب ومشاعر الوفاء لمحمد المسند الذي عمل لفترة بسيطة من خلال شاشة التلفزيون القطري. فبالتالي أصبحت مدان لهذا الجمهور الوفي بالعودة ثانية إن شاء الله للشاشة الصغيرة من خلال تلفزيون قطر إن شاء الله. قدمت الكثير خلال فترة العمل البسيطة في تلفزيون قطر، قدمت الكثير من البرامج. حدثنا عن شعورك وأنت تعمل وتقدم بعض برامج تلفزيون قطر من خلال الشاشة القطرية إلى جمهورك الحبيب. أخوي محمد، شوف يعني أنا كوني بالكويت مقدم برامج رياضية إلى جانب المواد الأخبارية، فأنا ينطبق علي المثل اللي يقول، خاصة بالنسبة إلى لاعبين الكرة، لما تكون في ملعب غير ملعبك تحس في أحيانا في غربة ورهبة الجمهور. فأول يوم أطلع أو أطل على السادة المشاهدين من خلال شاشة التلفزيون القطرية حسيت برهبة، وكأني ولأول مرة أكون مذيع. ما في شك بعد فترة بسيطة حسيت بالألفة. يمكن الفترة لم تسعفني أني أقدم شيء جديد لمشاهدين والأحبة في تلفزيون قطر. أنا ما في شك أني أنا شاركت معاكم وأنت وبقية الزملاء في تقديم نشرات الأخبارية، أو من خلال تقديم برنامج اليوم المفتوح اللي قدمته أنا والزميل حقي، وتشرفت مع الزميل طلال السادة في عيد الأضحى المبارك، ومن خلال أيضا مساهمتي من خلال النشرة الرياضية. ولكن أعتقد كل ما قدمته فهو شيء بسيط، وأأمل بإذن الله إن شاء الله أن يسعفني الوقت ويشرفني الأخوة المسؤولين بتلفزيون قطر، وأقدم شيء حقيقة لمشاهدينا في تلفزيون قطر، وخاصة أني أنا عارف أن مشاهدينا في تلفزيون قطر وجمهورنا القطري الحبيب جمهور حساس وجمهور جيد وناقد، ويحس بكل كلمة أنت تقولها ويتوجه لهم. فحقيقة أوعدهم إن شاء الله بإذن الله إذا الله سبحانه وتعالى أطال في أعمارنا وعدنا مرة أخرى إلى تلفزيون قطر، سأقدم لهم شيء إن شاء الله راح يسرهم إن شاء الله. حتما يرتبط المذيع بمواقف طريفة على الهواء، ودائما الناس تسأل المذيعين عن
أطرف المواقف التي تحدث لهم على الهواء. إحنا مو بسألينك عن المواقف اللي مرت معاك في الكويت، نبغي نسأل المذيع محمد المسند عن أطرف موقف مر له وخلال أثناء عمله في تلفزيون قطر. والله شوفوا آخر يوم حقيقي يا أخو محمد اللي هو أول أمس، وهو هذا ربما يعني يؤثر على زميل، إنما كانت عندي نشرة 3:30 وكان الافتتاح، وأنت تعرف إن الساعة 3، فأنا قاعد أشكل حقيقة نشرة 3:30، قاعد أقرأها وأشكلها من ناحية اللغة والقواعد، وإذا بالأخ المنفذ يتصل في تحرير الأخبار ويقول الساعة 3 لدقيقتين، فرجاء مذيع الأخبار خليه ينزل يقدم الافتتاح. أنا طبعا ما أعلم حقيقة أو ما تابعت أو يعني طريقة الافتتاح، ماذا يقدم الزملاء في الأسلوب اللي يقدمونه في الافتتاح. فنزلت للاستوديو، طيب شلون افتتح؟ ايش راح اقدم؟ ايش راح اقول؟ سالت مدير الاستوديو، يا اخوي شو تقولون؟ المذيع شو يقول في البدايه؟ يقدم القران ولا يقدم البرامج؟ ف يعني بيني وبينك دكني العرق. يعني مع الخبره اللي هي 20 سنه من خلال العمل في التلفزيون الا انا دكني العرق. والحمد لله اسعفني الحظ واذا بالزميل يدش علي الاستوديو يقول تعال انا وصلت. قلت له كثر الله خيرك، قال لا ابدا، قلت له لا كثر الله خيرك الله يخليك، لان كنت انا حيران شلون راح اقدم الافتتاح. في هذه الصفحة نحييك الزميل محمد المسند، وأنت تغادر بلدك الثاني قطر إلى الكويت الحبيبة، وما تنسى أنك تبلغ الكويت وهل الكويت اعتزازنا وفخرنا بجابر الأحمد، واعتزازنا وفخرنا بكل مواطن كويتي ساهم في تحرير هذه الأرض الطيبة. في ختام عملك في تلفزيون قطر وعودتك إلى الكويت، يا ريت توجه كلمة من خلال صفحة مجلة التلفزيون هذا البرنامج المحلي. أخوي محمد، إذا كنتوا أنتوا ومن خلال الكلمة اللي تفضلت فيها تعتزون بجابر الأحمد، فإحنا كشعب الكويت حقيقة، وأنا كمواطن كويتي أقام في دولة قطر الحبيبة، أنا بكل فخر واعتزاز أقول لك الشعب الكويتي يفخر ويعتز بسمو الشيخ خليفة بن حمد أمير دولة قطر الحبيبة وسمو ولي عهد الأمين الشيخ حمد بن خليفة لمواقفهم القومية واللامحدودة تجاه الكويت وقضيتها أبان الغزو العراقي، وكان الموقف القطري متميز. أيضا لابد وأن أذكر حقيقة كلمة وأقولها متجرد، الإعلام القطري كان متميزا عن كل وسائل الإعلام الأخرى. وسائل الإعلام القطرية إذاعة وصحافة وتلفزيون، كما أسجل تقديري حقيقة واحترامي إلى سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني الذي أولى اهتمامه بالإعلام القطري، وخاصة أثناء الأزمة الكويتية وأثناء الغزو العراقي للكويت، والذي كان متميزا حقيقة، وهذه جهوده حقيقة كانت واضحة، هو وبقية زملائه حقيقة، أيضا الإخوة الزملاء بتلفزيون قطر، الأخ سعد رميح مدير تلفزيون قطر، والأستاذ عبد الرحمن المعضادي مدير إذاعة قطر، كما أسجل تقديري للأخوة رؤساء تحرير الصحف القطرية، الذي كانت أيضا الصحافة القطرية متميزة. وحقيقة مهما قلت من كلام أو من كلمات الشكر، حقيقة لن أوفي الشعب القطري بكل شرائحه امتنان الشعب الكويتي على مواقفهم الى جانبهم اثناء الازمه. زميلي المذيع محمد المسند، نتمنى لك التوفيق في الكويت الحبيبة، ونتمنى دائما أن يظل علم الكويت كما هو دائما يظل يرفرف بالحرية والكرامة فوق كل المدن. تحياتنا للكويت، وتحياتنا لأهل الكويت، وتحياتنا لزميلنا العزيز محمد المسند، والله يوفقك وطريق السلامة.